أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم معنا مجاهرة جديدة، هي غنية عن التعريف صراحة، بس لأول مرة في البرنامج، الأخت سالي. خلينا نرحب فيها الأخت سالي، ملحدة مصرية طبعا. تفضلي أخت سالي، أهلا وسهلا فيك. أهلا جان، ازيك عامل ايه؟ أهلا وسهلا فيك أخت سالي. طيب سالي، نحن بس هيك بطاقة تعريفية لو سمحتي المشاهدين حتى نبتدي حلقتنا، تفضل. ماشي. اولا انا مبسوطه ان انا معاك النهارده، يعني انا اول مره اطلع لايف تقريبا مع حد، بس انا مبسوطه ان انا معاك. يعني ما فيش حاجه ممكن اقولها كتير عن نفسي، اللي انا اسمي سالي او ندى، براحتكم يعني اللي انت عايزينه. ماشيه في 21 سنه تقريبا، انا حط من او سبت الدين من 3 4 سنين كده. سالي بس وانا دلوقتي يعني عايشة بعيد عن اهلي، وبعتمد على نفسي وبشتغل، ويعني وضع الحياة كده تحدي. سالي، اللي اغلب اصدقائنا بيعرفوك، يعني بس دي يعني بجمله او جملتين او ثلاثه او اربع جمل، يعني ليش تركت الدين؟ شو السبب الرئيسي اللي قال لك اوه تركت الدين؟ هو اللي خلاني اترك الدين، مش يعني انا ما كنتش متعمقه في الدين قوي، يعني مش زي الناس اللي دارسه الدين، او زي الناس اللي كانوا مثلا سلفيين او تبع يعني اي طائفه معينه وسابوا الدين، لان هم اتعمقوا وشافوا كميه الوحشيه اللي فيها والجرائم اللي فيه. انا اتولدت في اسره مسلمه عاديه، كنت دايما بصلي وبخاف من ربنا، ومن غير ما حد يقول لي صلي، وكنت بصوم وحريصة جدا اني ما ازعلش ربنا في اي حاجة. بس دايما كنت حاسة ان في حاجة غلط، يعني كنت بعاني دايما من الافكار الدينية والحرص الشديد على معاملة اهلي ليا لاني بنت، وان كل حاجة حرام. حسيت ان افكار المتدينين عموما مش مناسباني، في حاجه غلط في الموضوع. كمان انا ما كنتش بصدق، يعني مش اي حاجه اصدقها بسهوله من صغري، يعني اقلها مثلا او ابسط شيء لما حد يجي يقول لي عن اي حد حاجه ما صدقهاش من غير دليل، ما بالك بقى الدين. يعني ما بالك الدين. بالضبط. طيب هلا ما دام ما حكيتي من الصغر، خلينا نرجع على الطفوله. الجو اللي ربيتي فيه كتدين، يعني اهلك كيف ربوك دينيا مثلا؟ شو الفوارق اللي كانت بينك وبين الصبي مثلا، الجيران، اخوتك؟ شو التعليمات اللي كانوا الاهالي يعطوها مثلا، هذا حلال وهذا حرام، وكيف كنت تتقبليها انت؟ كيف كنت تحسي فيها مثلا؟ تفضل. هو طبعا يعني انا ما كانش ليا اخوات رجاله، اخوات صبيان، بس طبعا كنت بشوف مثلا قرايبي بيعاملوا الاولاد ازاي وبيعاملوا البنات ازاي. كنت بلاحظ ان في فرق طبعا، وكنت بتضايق جدا من الموضوع ده. بس المعامله اللي انا كنت بتعاملها واخواتي مثلا معامله صعبه جدا، مجرد ان انا اتولدت بنت. تمام. ما كنتش عارفه ليه كل ده. طبعا في حاجات انا كنت موافقه عليها عادي، اللي هو هم خايفين عليا، من حقهم يخافوا عليا من الناس ومن الشارع ومن كل الحاجات الوحشه اللي بيشوفوها في الدنيا. الاول كنت عادي بتقبل ده من غير ما افكر قوي، بس بعد كده بدات افكر، قلت طب انا لو كنت اتولدت ولد كنت هتعامل ازاي؟ كنت طبعا لقيت ان انا لا، هاخد حريتي اكتر بكتير، حريتي في اني اخرج براحتي، يبقى ليا صحاب كتير، اتكلم في التليفون براحتي، اقعد على الانترنت براحتي. كل ده كان عيب وحرام. يعني انا مش حابه اتكلم عن اهلي كتير، بس هم كانوا ناس في منتهى الجمال، لكن زي اي متدين الخوف مسيطر عليه. الخوف بيحوله الانسان ساذج وجبان، وبيحب يسيطر على غيره،
وده برضو يعني الدين برضو خلى الناس تعتقد ان طالما خلفوا فهم المتحكمين في اولادهم في كل شيء، بقى في طريقة تفكيرهم، في رغباتهم، في اهدافهم في الحياة، متحكمين في كل شيء. يعني تقريبا ما كنتش بعمل حاجة انا اللي عايزاها، كل حاجة بعملها اهلي هم اللي عايزينها. ابتديت ارفض ده يعني مع الكبر، برأيك يوم بعد يوم بقيت ارفض. سالي، برأيك يعني هلا نحن كلياتنا بنعرف، انا وانت وكل اصدقاء بنعرف انه الطفل يعني ما بنولد و يكون مؤمن باي شيء، ولا عنده افكار مسبقه باي شيء. واصلا يعني كلياتنا بنعرف انه ما في طفل بيكون مثلا من حزب سياسي معين او من شيء معين. الطفل لما بنولد بسموه مسلم بالفطره. برأيك هل هالمقولة صحيحة؟ يعني في طفل بنولد مثلا مسلم، مثل ما قال محمد انه ولي ابويه يهودانه ولا ينصرانه ولا يبطخاني، يعني شو رأيك بهالمقولة هي؟ شو رأيك بالمقولة هي؟ كيف ممكن يعني تطلع؟ يعني هلا اذا عفناها بدون اي دين كيف ممكن تطلع تنشأ الطفل؟ هو العيب مش في الإسلام بس، يعني زي ما احنا عارفين لو الطفل اتولد لأي أسرة متدينة خلاص كده بيورث دينهم، يعني زي المسيحيين زي اليهود زي أي ديانة في الدنيا. وده طبعا حاجة احنا بنعترض عليها تماما، اللي هو مجرد ما الطفل يتولد بيتكتب له في شهادة الميلاد ديانة الأهل، مع إن هو أساسا يعني بيفضل سنين طويلة مش فاهم أساسا الكلام ده لحد ما يدخل المدرسة، وممكن بعد ما يدخل المدرسة كمان مش فاهم هو أنا ليه اتولدت مسلم. وبيسأل طبعا والده ووالدته أسئلة كلنا أكيد يعني دارت في دماغنا كلنا، اللي هو ربنا فين؟ وإحنا جينا ليه؟ يعني دي أسئلة طفل، يعني طفل يعني قبل ما الدين وجرائم الدين وخرافات الدين تدخل في دماغه ابتدى يسأل الأسئلة دي. الملحد عمل نفس الحكاية، إن هو جرب دماغه من كل الخرافات دي وابتدى يفكر كأنه يعني إنسان جديد، دين ولا ورث أي أفكار من أهله. بس طبعا في مجتمعنا ده احنا حتى لو حاولنا نتخلص من الأفكار دي في زي شوائب جوانا، يعني في حاجات بنحاول نتخلص منها مع الوقت، الدين زرعها فينا. صحيح صحيح، هو للأسف الشديد الخوف هذا اللي انزرع بالطفولة موجود معنا، وخصوصا النساء. يعني مثل ما بقولوا الطاقين نحن، يعني المعاناة دبل تجي عن الرجل. يعني للأسف الشديد مجتمعنا إلى لهالدرجة هاد حط هي حتى نخاف من أفكارنا. طيب سالي، طفولتك لما كان أهلك مثلا المجتمع ككل، يعني تعاليم هي كلها من المجتمع، لما كانوا يحكوا عن الله ويخوفوك من الله خصوصي التخلف، احرقك نار واحرق اعمل هيك، كيف كنت تفكري بالله؟ شو صورة الله كانت قدام عيني كطفلة؟ تفضلي. يعني بصراحة أنا عمري ما حبيت ربنا، يعني عمري ما حسيت إن أنا بحب الإله ده. يعني كل حاجة كنت بعملها علشان خايفة، يعني بصلي علشان خايفة، بصلي علشان أروح الجنة، ودايما يعني كنت حتى عايزة أروح الجنة عشان حاجات تانية خالص غير كل الناس. يعني أنا كنت عايزة أروح الجنة عشان أشوف كل الناس اللي بحبهم اللي بعدت عنهم، عايزة أروح الجنة عشان اوصل لحاجه، احقق حاجه مش قادره احققها في الدنيا. يعني كنت دايما لما اخسر حاجه معينه او اتضايق من حاجه معينه فاصلي واعيط لربنا واقول له خلاص يعني حقق لي ده في الجنه. ف تفضلي كملي. يعني متاكده ان انا مش هروح النار، كنت متاكده اني مش هروح النار لاني كنت بخاف جدا منه، وان خوفي ده هو اللي هيوصلني للجنه. بيبقى مبسوط لما الناس بتخاف منه. الإله معتمد على خوف الناس للأسف الشديد، يعني على تخويف الناس وعلى الإرهاب، هو دين الإرهاب على كل حال. يعني ما في شيء غريب صراحة. يعني طيب سالي، خلينا ننتقل لمرحلة المراهقة. كنت مؤمنة بمرحلة المراهقة، ولا مرحلة المراهقة هي بلشت الأسئلة
بنولد في داخلك، مين هو الله وهل الله حق ولا لا؟ يعني هو انا زي ما قلت لك من صغري بفكر جامد، يعني بفكر كتير كتير في التفاصيل. يعني انا حتى مثلا من حوالي 3 4 سنين او 4 5 سنين حاجه زي كده، انا مش بفتكر بالظبط، بس ابتدى الشك معايا من حوالي مثلا 6 سنين، بس انا ما سبتش الدين، لكن ابتدى الشك معايا مثلا من حوالي 6 سنين، من وانا عندي مثلا 14 15 سنه، من وانا في الاعدادي ابتديت احس ان في حاجه غلط ومتضايقه من الحجاب. بالمناسبه انا لبست الحجاب بمزاجي، يعني انا لبست الحجاب بمزاجي بتشجيع من مدرسه معايا في المدرسه، وبعد كده بعد فتره حسيت ان انا عايزه اخلعه، بس طبعا والدتي قالت لي لا طالما لبستيه مستحيل تخلعيه خلاص، فندمت ان انا خدت الخطوه دي اساسا. فابتدى الشك معايا يكبر، بس ما كانش فيه وسيله اقدر الاقي بيها الاجابات بتاعتي اللي انا بدور عليها، الاجابات على الاسئله. شو هي الامور اللي خلتك الشك؟ يعني عددينا كم شغله مثلا، تنتين او ثلاثه، يا ريت تحكي لنا فيها كيف شو هي الشغلات اللي خلتك الشك بالدين ذات نفسه. بص، هو يمكن الـ اي مشكله حتى لو تافهة وصغيرة مريت بيها ساهمت في إني أفكر في الدين أكتر، بالإضافة لأن كمان أنا كان الوسط اللي أنا كنت فيه أو الناس اللي حواليا أصدقاء والدي وكده وجيراننا كان معظمهم مسيحيين. كنت ساكنة في شبرا في القاهرة، والمكان ده فيه مسيحيين كتير جدا، فدايما كنت بسمع عن العيد بتاعهم النهارده وهم بيفكروا ازاي وبيحتفلوا ازاي، وطبعا لما اقعد مع مسيحيين الاقيهم بيسخروا من تفاهات المسلمين وطريقتهم في الاحتفال، وبرضه لما اقعد مسلمين الاقي نفس الشيء، فاللي هو ايه في ايه يعني، انتوا الاثنين بتسخروا من بعض؟ طبعا هنا انا بتكلم عن ديانتين بس، مع الوقت ابتديت بقى افكر ابص من بعيد اكتر، يعني ابص من فوق اكتر على كل الاديان، اذا كان المسيحيين والمسلمين بيعملوا مع بعض كده والمسلمين جوه بعضهم بيعملوا مع بعض كده برضه. احنا عارفين طبعا ان كل ديانه فيها كل واحد ليه تفكير مختلف وفي طوائف مختلفه وكله بيتخانق مع بعض، مفيش حد صح يعني، ومفيش حقيقه مطلقه، مفيش حد صح تماما. فابتديت افكر كده من بسبب الوسط اللي انا كنت فيه، وكنت مثلا لما اتعب جامد او تحصل مشكله مع والدي اقف في البلكونه واعيط لربنا كده، اللي هو انت شفت فيلم بحب السيما لما الولد وقف في البلكونه قعد يقول له انا بكرهك ليه بتعمل معايا كده؟ كنت بعمل كده، يعني كنت بقف في البلكونه اقول له طب صاحبتي المسيحيه دي ليه مبسوطه في حياتها وانا مش مبسوطه؟ او ليه هي مسموح لها انها تخرج ويبقى ليها صديقه وتخرج معاها وتعمل اللي هي عايزاه وانا لا؟ مش انا مسلمه يعني انا المفروض ابقى مبسوطه اكتر، ولا انت هتخليني مبسوطه اكتر في الجنه بقى ولا ايه بالظبط؟ فبلاقي ايدك يعني ما راح يخليك مبسوطه كتير بالجنه. ايه عم بقول اغسلي ايدك من الله، هذا ما راح يخليك مبسوطه كثير بالجنه ولا 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 على اي حاجه تمشي وراها تبوظ حياتك تماما. بالضبط. ما هي دي المشكله، ان هو معظم او يعني كل المتدينين شايفين ان اي فشل في حياتهم هيعوضوه في الجنه، يعني هم مش سعداء في الدنيا، في الاخره هيلاقوا السعاده، هيلاقوا كل حاجه هم بيتمنوها، بالتالي بتلاقي بقى عايشين حياتهم في تعاسة، فشل، مش عارفين يعملوا حاجة في حياتهم، يعني بتبقى أقصى طموحاتهم اللي هي الجنة. أنت نفسك في إيه؟ لو قلت لأي واحد نفسك في إيه هيقول لك نفسي في الجنة. طب أنت عملت إيه في حياتك؟ بصلي. علشان كده إحنا بنصلي وبنستورد كل حاجة من بره وفي الآخر بنشتم فيهم في العالم الكفر، واخد بالك؟ بصراحة مقولة رائعة سالي، نحن بنصلي بنستورد كل حاجة من برا، يعني جبتية مثل ما بقولوا عين العقل يعني. طبعا أنا بكلمك أساسا من اختراعات كفار، كل دي اختراعات ناس كفر مش قاعدين ليل ونهار يصلوا ما بيعملوش حاجة في حياتهم.
للأسف يا أختي نحن اخترعنا الحقد المدمر للأسف الشديد، الحقد اللي شايف موصل بلادنا لأي مرحلة من المراحل. طيب أنا بدي أسألك سؤال سالي، يعني هون أنت أكيد يعني وصلت إلى مرحلة الإلحاد، يعني بما أنه تلمس بالمسيحية، وأظن ما فكرت تعتنقي المسيحية حتى. بص، هو انا ما كنتش ببحث عن بديل، يعني اصلا انا زمان ما حاولتش ابص في الديانه المسيحيه واقرا فيها او اي شيء. ده مؤخرا بقى، يعني مؤخرا انا ابتديت احاول افتش في اي دين كده يقع قدامي، بس ما عرفتش عموما بكل الاديان السطحيه. يعني انا حتى في الدين الاسلامي مش متعمقه فيه كتير، ولا بقيت اهتم ان انا اتعمق فيه كتير، يعني مش عايزه اضيع وقتي في الكلام ده. بس الأديان كلها شبه بعض، يعني أنا ما دورتش عن بديل، لأني خلاص يعني أنا شلت الفكرة من دماغي. المشكلة معايا ما كانتش الأول، كان المشكلة معايا كانت هو أنا صح ولا لأ، أو الناس دي المسلمين اللي أنا عايشة وسطهم دول صح ولا لأ. لكن بعد كده أنا ما حاولتش أدور على ملجأ تاني أو بديل آخر. كمان أنا رفضت، يعني انا ما رفضتش جرائم الدين والوحشيه اللي في الاديان وبعد كده رفضت الاله، انا رفضت فكره الاله تماما، وده سبب ان انا اخرج من الدين اصلا. وبعد كده ابتديت الاقي ان فعلا الاسلام ده يعني اكتر دين في العالم فيه جرائم وحشيه رهيبه. بس الاله بالنسبه لي ده، انا دايما بقول ان الاله ده بالنسبه لي مجرد يعني فكره في عقول المتدينين، صديق وهمي للانسان سواء بقى مسلم او مسيحي او اي حاجه، يخفف عبء الحياة عليه أو يساعد. يعني لما تبقى في مشكلة وقاعد لوحدك تبقى مخنوق ما فيش حد جنبك، أسهل حاجة إنك يعني تلاقي إن في صديق وهمي واقف جنبك ويحقق لك اللي إن أنت عايزه ويحل مشكلتك، لأن أنت جايبها إنك تواجهها. بهالمناسبة يا سالي، برأيك يعني هلا الإنسانية كلياتنا بنعرف يعني ان وجدت كانسان حالي بهالشكل هذا من 200 الف سنه، وتطور الحياه، تطورت الاخلاق، تطورت. برايك يعني من 10 15 الف سنه لما بلشت الاديان المنظمه، خلينا نقول تنولد، برايك ليش الله اجى؟ يعني ليش وجود الله بحياه البشر؟ ليش وجود الدين بالتحديد بحياه البشر؟ شو السبب الرئيسي اللي خلى الدين ينوجد بحياتنا البشرية؟ هو الإله يمكن أو اختراع الدين ده يمكن انعكاس لجهل الإنسان البدائي. يعني الإنسان زمان ما كانش التطور اللي احنا فيه دلوقتي، ما كانش قادر يوصل لأجوبة لأسئلة كتير في دماغه. كان أي ظاهرة غريبة يشوفها يقول لك ده الإله غاضب علينا، الإله مبسوط مننا، الإله بيوصل لنا رسالة معينة، ومش عارفين تفسيرات اللي بيحصل ده. وعلى فكرة لحد دلوقتي، يعني لحد دلوقتي طبعا زي ما احنا شايفين ممكن تلاقي إنسان غريب، يعني غريب الأطوار كده، في حاجات غريبة بتظهر عليه، بتجيله حالات غريبة، ممكن يقع ما يتكلمش ويقوم تاني، فالناس تقول راكبه جن. يعني بيتخيلوا إن في حاجة مش موجودة، سوري، لكن موجودة جواه بتتحكم فيه، هما مش عارفين يمسكوها، مش عارفين يشوفوها بعينيهم. طبعا الطب النفسي تقدم، واحنا عارفين ان في حالات او اضطرابات نفسية كتير وامراض نفسية كتير يعني ليها اعراض غريبة زي الناس بتشوفها دي وتقول لك ده. يعني حتى انا شفت زي حلقة من فترة على اليوتيوب لريهام سعيد لما كانت جايبة بنته بتنزل دم من عينيها وان ده جن وبتاع. انا مش عارفه بصراحه، مش متذكره ومش فاكره المرض ده ايه، انا دورت عليه بس مش فاكره اسمه. لكن في مرض فعلا كده، طبعا لحالات قليله جدا بيحصل، حالات قليله جدا، بس في مرض يخليك تنزل دم من عينيك. لو قعدت كده عليك تنزل الدم قدام اي متدين هيقول لك راكبك جن على طول، ما لانه عاجز ان هو يدور الحقيقه ومش عايز اصلا يدور على السبب. بالضبط، هو يعني عدم معرفة السبب والكسل حتى تدور على السبب فورا بيزتوه على إله. طيب يا سالي، شو بتقولي للناس؟ هلا في كثير شباب
بيكتشفوا حقيقة الإسلام، وخصوصا يعني المسلمين المتأذين من الإسلام بيكتشفوا حقيقة الإسلام وبتجهوا للمسيحية، بصيروا مسيحيين وبتعمقوا وبيبقوا قدام المسيح ليسوع. شو بتقولي لهم لهالشباب هذول؟ تفضلي. بص، هي طبعا حرية شخصية، يعني اللي يسيب الدين ويدخل لدين تاني. طبعا بالنسبة لي انت كده اتنقلت من خرافة لخرافة، يعني هو مفيش فرق كبير اصلا، الأديان كلها شبه بعض وهدفها السيطرة على الناس. وأنا خرجت من الدين، يعني لو هقولك إجابة مختصرة أو إجابة من كلمة واحدة أنا ليه خرجت من الدين، هقولك لأن أنا مش فاسدة، إجابة من كلمة واحدة. فاللي يخرج من دين تاني هو أوكي، يعني هو ما رفضش فكرة الإله، وأنا أحترم اختياره، بس هو خرج من خرافة لخرافة. بس المهم إن هو ما ي... خلاص ما يتحولش لإرهاب، يعني هو رفض عقيدة لأن هي ما دخلتش دماغه ومش مقتنع بيها، ولقى إن هو مرتاح، يعني مرتاح بعبادته الجديدة دي، مرتاح في الدين الجديد. زي ما هو حر وانتقل من دين لدين، خلاص كل إنسان حر، وأي إنسان ينتقده يتقبل اللي يتقبل كلامنا، وخلاص يعني ممكن يفكر تاني، وربنا سهل يمكن يخرج من المسيحية كمان. أعتقد المسيحية راح تودي أكثر من الإسلام للأسف الشديد، يعني نفس كل الدروب بتودي على الطاحون نحن منهم. طيب يا سالي، خلينا ننتقل لموضوع الجهر بالإلحاد. حاولت أنت تجهري بإلحادك قدام ناسك، أهلك، مجتمعك بشكل من الأشكال؟ طبعاً أنا بالنسبة لي وأصدقائنا بالفيس بيعرفوا أنك جهرتي وطلعتي على التلفزيونات وكل الناس بتعرف يعني هالشيء، بس بالبداية أول ما حاولتي فهمتي اللي مسألة الدين، حاولتي تجهري قدام أهلك وناسك؟ تفضل. بص، هو أنا ما قلتش طبعا، يعني أول ما ابتديت أفكر كده أو أول ما خلاص وقفت على المصلية قلت أنا مش هصلي تاني، يعني آخر مرة وقفت فيها وقلت أنا مش هصلي تاني وخلاص. حسيت ان انا واقفه قدام هوا، ما انا مفيش اله سامعني او مفيش حد سامعني، امال بصلي كل السنين كلها ليه؟ اول ما ابتديت افكر كده بقى الموضوع مع نفسي، لاني طبيعي الموضوع ده كان عامل لي مشكله نفسيه برضو. كل ده انا فاهمه غلط برضو، مش زعلانه على نفسي بس، يعني بالعكس انا لو زعلت على الايام اللي فاتت وانبسطت ان انا لقيت حاجه جديده، يعني ان انا خرجت من الغباء ده، شلت الخرافه دي من دماغي. بس انا كنت متضايقه كمان الناس اللي حواليا، ان انتوا كل ده بيتضحك عليكم ومالين البيت كتب عذاب القبر عذاب القبر عذاب القبر، فبجد كنت حزينه عليهم يعني. بس ما قلتش، انا ابتديت اقول وسط اصحابي في المدرسه وعدد مش كبير اللي هو ممكن يتقبلوا، يعني قلت قدام الناس اللي ممكن تتقبلوا، وطبعا هم ما خيبوش ظني يعني وقطعوا كلهم علاقتهم بيا. فبس ما زلتش عادي، يعني انا كنت مبسوطه ان انا وصلت للمرحله دي وخلاص من التفكير يعني. انا لما كنت بفكر قبل كده وابتديت اشك، ما كانش في يعني ما كانش في كتب معينه اقرا فيها، او ما كانش في مجال، او ما كانش في فرصه ان انا اتواصل مع الناس على الانترنت او اقرا اكتر والاقي اجوبه على اسئلتي. لكن مؤخرا يعني قبل ما اسيب اهلي شويه ابتديت اتواصل مع ناس والاقي اجوبه اللي انا بفكر فيه، والاقي ان في ناس شبهي. يعني انا الاول ما كنتش بتواصل مع ملحدين كتير، كان انا لوحدي اللي بفكر بالطريقه دي. فانا طبعا ارتحت لما لقيت في ناس شبهي كتير، حد يعني اخر لحظه مع كل الناس اللي هم اصدقائي واهلي وكل الناس اللي حواليا، لحد اخر لحظه كانوا فاكرين ان في حد مسيحي كافر بيلعب في دماغي. يعني كان كل اللي حواليا معتقدين ان انا بتحول للمسيحيه. للاسف طبعا لا، انتوا هم انا كافر اصلا يعني. لحد هلا انا بتهموني انه انا مسيحي، يعني انا مسيحي والبس ثوب الالحاد
عشان اخواننا المسلمين يعني، وانا يعني ما عندي مشكله تهموني كما تشاءون، لانه انا ما بيهمني اصلا كيف تنظروا لي، انا بيهمني كيف انظر لنفسي يعني. طيب اصدقائي، انا ما همنيش، تفضل تفضل. يعني انا ما همنيش انتوا فاكريني مسيحيه ولا يهوديه ولا بعبد الحيطه حتى، يعني انتوا مالكم؟ يعني انا ما همنيش شيء، لان انا كنت مشغوله باللي في دماغي، انا مشغوله بحياتي الجديده، انا عايزه اخطط لحياتي الجديده، وانا رفضت كل شيء، رفضت ان حد يتحكم في حياتي تاني او يضحك عليا تاني، خلاص. يجبرني على الحجاب، يجبرني على الصلاه، بالتأكيد. بس سالي انا بس بدي اذكر اصدقائي كمان شي 10 دقائق او ربع ساعه راح افتح سكايب، واتمنى مشاركاتكم اصدقائي، وطبعا تعليقاتكم على الفيديو كمان تحت اليوتيوب. سالي انا بدي اسالك سؤال، يعني كيف تفضل. كيف تنظري للايه اللي بتقول واضربوهن؟ يعني كلنا بنعرف الايه هي، كيف تنظري لها؟ كيف تنظري هالاحتقار او اباحه جسد المراه بهل احتقار هذا؟ يعني المراه ما كلها بنعرف، يعني ما في ضروري نفصل فيها، كيف تنظري لها هالمنظور هذا اللي بنظره للمراه بالقران؟ خلينا تفضل. بص، اي حد متدين هتقول قدامه واضربهن هيقول لك كمل الايه او افهمها صح، بس اللي هو انا ضد ان الكلمه دي اساسا تكون موجوده في كتاب انتوا بتدعوا ان ده كلام اله خالق كل شيء في الدنيا دي كلها، في الكون كله. واضربوهن مش مقبوله باي تفسير، واضربوهن دي خلت الاب يضرب بنته، خلت الزوج يضرب زوجته، خلت اتنين مرتبطين ببعض، الذكر يحب يسيطر على الانثى باي طريقه. كل الاديان عموما هدفها السيطره، سيطره الذكر على الانثى، دي كده يعني بالنسبه للاديان اللي انا عارفاها، يعني سيطره الذكر على الانثى، الانثى دي كائن ملوش اي لازمه في الحياه. في الاديان مهما يقول لك الدين كرم المراه، مفيش اي دين كرم المراه، مفيش أي دين كرم المرأة تماما. حتى لما يعني نفترض الجنة والنار دول موجودين وكلنا طلعنا الجنة، مفيش أي تقريبا، مفيش وسائل رفاهية لينا، هقعد أعمل إيه؟ يعني الأنثى تطلع تعمل إيه فوق؟ هتقعد زهقانة؟ لا بجد، كل حاجة للراجل. دي مش غيرة ولا حقد ولا أي حاجة، بس ده واقع، يعني إن الدين ده لأن اللي اخترعوه رجالة أساسا. يعني أنت حتى في التاريخ، في تاريخ أو في تاريخ الأديان وفي الأديان كلها، كلهم رجالة، اللي نزل عليهم الوحي رجالة، الملائكة والشياطين كلهم ذكور، يعني رجالة، مفيش ستات، مفيش. طيب شو رأيك، شو رأيك بمقولة أكثر أهل النار من النساء؟ أكثر أهل النار من النساء ده لأن الراجل بيحب يحمل، الراجل المتدين بيحب يحمل المرأة زي ما بيقولوا يعني ذنوبه، كل ذنوبه وأخطائه. يعني دايما اي حد، اي حادثه تحصل، تحرش، اغتصاب، اي مشكله كبيره، بيلوم المراه مش الراجل. يعني انت ليه يا مراه استفزتي راجل؟ انت ليه يا بنت خليتي الولد يتحرش بيكي؟ انت ليه خليتي جوزك يقسى عليكي، يمد ايده عليكي، يشتمك؟ دايما الست هي الغلطانه وهي المستفزه بلبسها، بقلة أدبها، بتطولها، بكل شيء. فعشان كده هي من أهل النار. زمان كان، يعني زمان قوي كان الراجل الذكر يعني مستغرب من قوة الأنثى
رهيبه يعني. الانثى فيها قوه غريب، كان الراجل بيشوف كده زمان ان الانثى بتقدر على الولاده، بتخلف، بتقدر يمكن تسلبه قوته حتى في العمليه الجنسيه، فكان الراجل دايما بيخاف من الانثى، هي ازاي قويه كده، هي بالتالي ممكن تسيطر عليه. وهي بالفعل الانثى لو تشجعت، لو يعني واجهت وعيت لكل الهبل والخرافات اللي موجوده في مجتمعنا دي، واستردت قوتها الحقيقيه، هتقدر تسيطر على المجتمع كله، وهي اللي هتقدر تغيره، هي اللي هتقدر تتحكم في عقل الراجل، هي اللي هتقدر تفهم الناس كلها الغلط من الصح. فبتزين، ابتدوا بتزين يسيطروا على النساء، ابتدوا يسيطروا على المرأة، بأن الراجل ليه حق في كل شيء، حتى في الـ في الـ في الإسلام الراجل من حقه يتجوز واحدة ويطلق الأربعة، ممكن يتجوز تاني مفيش أي مشكلة، لكن هي لو في واحدة ست اتجوزت مرة وانفصلت أو اتجوز تاني ما بتسلمش من الكلام. للأسف الشديد، للأسف الشديد. طب خلينا ننتقل لموضوع تاني اختصالي. كثير منا سمع مسألة حقوق الملحدين وما هي حقوق الملحدين. برأيك شو هي حقوق الملحدين؟ ما هي حقوق الملحدين؟ هل حقوق الملحدين يعني تتضارب مع حقوق المتدينين مثلا يعني؟ بس هي حقوق الملحدين المفروض يعني المفروض انها حقوق الانسان، يعني مجرد حقوق الانسان، والملحد ده انسان، حقوقه في الحياه يتحط يعبر عن رايه براحته، يبقى زيه زي المتدين مفيش اي مشكله، بس ما يروحش ياخد الاذن من الكنيسه او الجامع علشان يتجوز، ما يتولدش يلاقي مكتوب له في شهاده الميلاد ان هو مسيحي ولا مسلم، ويروح يعمل البطاقة بالتالي هيتكتب له دينه اللي مكتوب في شهادة الميلاد اللي هو ورثه عن أهله، وهو ما اختارش كل ده. فدي أبسط يعني أبسط حاجة احنا عايزينها، واحنا عايزين ايه؟ احنا مش عايزين أكتر من كده. لو في مثلا ملحدين مش عارفة، ما أعتقدش إن دول موجودين، بس لو في ملحدين يقول لك احنا خلاص نعمل إبادة جماعية لكل المتدينين ونعيش في بلد لوحدنا، هو ما فيش كده طبعا، احنا كل اللي احنا عايزينه ان كل واحد يعيش براحته من غير ما يتدخل في حياه التاني. احنا لما بنطلع ونقعد ننتقد الدين وبننتقد الخرافات والافكار الدينيه او بنسخر منها، السخريه وكل حاجه بنقولها دي مجرد تعبير عن الراي، كلام، مجرد كلام. في فرق بين وجهه النظر والتعبير عن الراي وبين الارهاب والتطاول. انا ما بطلعش مثلا حرض على عنف، يعني انا ما بطلعش، يعني لما كتبت بوست قبل كده انتقدت فيه الحجاب وان انا بكره الحجاب جدا وبقرف من الحجاب، يعني فعلا بقرف من الحجاب جدا، ما طلعتش قلت اي محجبه شفوها اضربوها، ولا اي محجبه شفوها منعوها وقلعوها الحجاب بالعافيه، لا، انا بوجه كلامي للمحجبات نفسهم، ده رايي في الحجاب. طب ما انا ليا مثلا صحاب محجبات وبحترمهم وبيحترموني جدا لاني فاهمه دماغهم وهم فاهمين دماغي وعارفين ان دي تحريض على العنف، فاهمني؟ طبعا اكيد اكيد اختصالي. طيب يعني برايك، هلا خلينا نشوف سؤال ثاني كمان. انا بصراحه يعني مساله الاجهار يعني جهار الملحدين، يعني اليوم انت قلت لي انه نعيش سلام مع المتدينين. طيب يعني الملحدين مثل ما قلتي انه حقوق الانسان، يعني حقوق الملحدين هي حقوق الانسان، بس تجي ان خلينا نحكي بالاسلام لانه مجتمعنا مسلم، يعني مجتمعنا الاغلبيه الساحقه فيه مسلمين شئنا ما بينا. الاسلام يتعارض كليا، يعني ايمان المسلم يتعارض كليا مع حقوق الانسان، يعني هو مؤمن انه
يجب قتله. فكيف ممكن يعني كملحد ومؤمن يتعايشوا في ظل يعني انا كملحد ايماني هو حقوق الانسان، انه كل انسان له حقوقه وواجباته وكل شيء لازم يحترم، ولكن بالمقابل الايمان المسلم غير هيك. يعني اهم شيء انه يؤمن بقتلي لاني لا اؤمن بافكاره. يعني كيف برايك ممكن نوفق بين الاثنين؟ تفضل. بالمناسبة لما كنا بنتكلم عن المسيحية من شوية، كنت عايزة أقول لك لما قريت فيها مؤخرا كتير حلو، فيها كلام جميل. يعني مش معنى كده أنا أقتنع بالقصص اللي فيها أو الخرافات اللي فيها أو إن هو أو قصة الإله يعني ويسوع وكده. أنا ما بؤمنش بالخرافات، بس باخد منها يعني. أعجبت جدا بالكلام الحلو الموجود، في كلام كويس جدا موجود، ده مش موجود في الإسلام تماما. لو ممكن أقول لك حاجة واحدة ممكن كويسة في الإسلام، اللي هو بر الوالدين. المفروض تحترم باباك ومامتك وما تقولهمش أوف وتسمع كلامهم. بس ربنا ما وصاش الأب والأم إن هما يحترموا برضو أفكار أولادهم، تمام؟ يعني حتى لو لقينا حاجة كويسة في الإسلام اللي هو الحلو ما يكملش يعني، فاهمني؟ هو صعب فكرة التعايش مع المسلمين، لأن دينهم يعني لو المسيحية ممكن بتدعو للمحبة شوية أو التسامح مع الآخر، بس يتخلصوا بس من الموضوع إن هم بيتضايقوا جدا لما حد بينتقدهم. لا، الاسلام ما فيهوش كده خالص، يعني ما فيهوش خالص فكره التعايش والحب والسلام والكلام ده، مش موجود. يعني لو لقيت مسلم بيوت بيقول لك كده، لا هو مش عارف تعاليم دينه كويس، هيقول لي لا انت فاهمه الاسلام غلط، لكن هو اللي فاهم الاسلام غلط. فاحنا لو عايزين نعيش في البلد دي في سلام وامان ومحدش يدخل في حياه التاني، لازم المسلمين نفسهم يعرفوا ان دينهم بيؤمر بعكس كده، يرفضوا ده. يعني هو مش منطقي بصراحة خالص، مش منطقي خالص ان هو المسلم يفضل مسلم ويرضي ربنا ويدخل الجنة بتاعت المسلمين وفي نفس الوقت يعيش في امان. ما ينفعش، مش هتيجي مع بعض. كل تأكيد لانت يعني المسلمين ما اظن يعني في ضابط بريطاني بزمان الاحتلال الانجليزي لمصر قال الاسلام مستحيل اصلاحه، إيه؟ ففكرت اصلح الاسلام معناته اصلاح الاسلام معناته سقوطه. يعني فالاسلام صعب صعب يعني جدا. فما اظن يعني الاسلام يبقى وممكن يروح. وعلى فكره هالمسائل بر الوالدين وهالمسائل المزخرفه الاسلام على اساس والحلوه هي، صدقيني هي كلها احاديث باطله وضعيفه. وهي الحويني شيخ محدثين يعني التلميذ الالباني يشرح لنا كل هالمسائل هي، اللي قال لو وضعوا الشمس على يميني والقمر على يساري، ولا اطلبوا العلم ولو في الصين، ولا الجنه تحت اقدام الامهات، والحكي الفاضي هذا اللي بنسمعه من المسلمين. هذه كلها احاديث باطله وضعيفه بشهاده كبار علمائهم. يعني نحن ما عم نجيب شيء من عنا. فهي كلها زخرفه سووها بعدين لما كتبوا الحديث وحطوا الضعيف منه مشان بس يزينوا وجه الغول الاسلامي الفاسد للاسف الشديد. طيب اصدقائي، من 5 دقائق راح افتح السكايب مثل ما قلت، واتمنى منكم المشاركات. سالم، برايك ما هي الخطوات التي يجب علينا اتباعها لنيل حقوقنا؟ يعني شو هي الخطوات اللي ممكن نتبع حتى نثبت وجودنا كملحدين ويتقبلنا المجتمع؟ تفضل. بص، هو ما فيش 1 2 3، ما فيش خطوات معينه، بس هو كل واحد لازم يشتغل على نفسه شويه في ان هو ما يخافش ويتكلم، لان الخوف هو اللي بيعطل كل شيء. يعني انا لو جوايا فكره حتى لو بسيطه،
حتى لو هي تافهة بالنسبة لناس تانية، لا أنا لازم أقولها وأعبر عنها، لازم أعبر عن كل الأفكار اللي في دماغي علشان أتطور أكتر. أنا ممكن أقول فكرة وأستفاد بفكرة اللي قدامي برأيه، رده على الفكرة اللي أنا بقولها دي، حتى لو فكرة تافهة صغيرة. فالخوف هو بيعطل كل شيء. يعني ناس كتير تقول لك طب انتوا ملحدين في بعضكم، امنوا باللي انتوا بتؤمنوا بيه، او خلوا افكاركم لنفسكم، يعني ما تطلعوش تقولوا. لا لازم نقول، يعني احنا في مجتمع تاني، الالحاد ده فيه شيء، يعني الالحاد ده لو شيء عادي فيه اوكي، خلي الالحادك لنفسك مفيش مشكله، عايز تقول قول، ما عايز ما تقولش خلاص. بس في المجتمع اللي احنا فيه ده لازم نتكلم، لازم تتكلم علشان تشجع غيرك. كمان هنا حتى الملحدين اللي موجودين هتلاقي الرجاله اللي فيهم اكتر من البنات، برضو البنات خايف، البنات محبوسه في بيوتها، البنات جوزها حابسها، اخوها حابسها، باباها حابسها. فلما بنت زي تطلع تتكلم حتى لو بتقول فكره بسيطه، ده اولا انا هستفاد منه جدا، لان ممكن حد يرد عليا يفيدني بشيء اكتر، زائد ان انا هشجع غيري ان هو يتكلم برضه، يعبر عن اللي جواه، حتى لو مش شيء كبير، حتى لو مش فكره كبيره وهتاثر تاثير جامد. يعني سالي، برايك نحن كملحدين كيف ممكن يعني نتعاون، او خلينا نقول كيف ممكن كل واحد فينا يعني ممكن نساهم في انه نوصل هالمجتمع هذا اقل شيء يتقبلنا، يعني يتقبل الفكر الاخر، الفكر المسلمين. يعني اليوم لما في كثير من المسلمين بنسالهم ما بيعرفوا شو معنات الملحد، فبعد ما بعد تفكير بسيط بيقول لك كافر وانتهى الامر، وبصير بيهاجم طب خلينا ناخذ اتصال معنا من الاخ احمد قبل ما نرد على الجوال. تفضل اخي احمد. الو الو، تفضل. ايوه سجان، اهلا بيك استاذ سالي، عامل ايه؟ منور على الحلقه. ازيك؟ اهلا بيك. احمد علو، بس تعلي صوتك شوي كمان مشان نكون مسموع. ماشي ماشي. اول نقطه كنت عايز استفسر عنها، هل هي واجهت مشاكل قويه جدا لما اعلنت، والمشاكل دي هل اثرت على حياتها وحياتها الشخصيه بشكل عام؟ اكيد باذن الله بدا التفاقم من المشاكل اللي كانت موجعه. وبالنسبه لموضوع الافطار، ايه رؤيتها الافطار في رمضان، وخاصه لما الشرطه في مصر او المسؤولين المحليين في مصر يعملوا حملات على القهاوي عشان الناس اللي بتفطر، كنت عايز رايها في الموضوع ده. وبالنسبه للنقطه بس كنت عايز اعلق عليها ثانيه، ان هي رايها في الحجاب. اتفضل. رايها في الحجاب هي كانت قايله راي شويه اجريسيف، يعني تجاه المحجبات، ان هي شايفاهم ان هم ناس محتفظين او حاجه زي كده، يعني تقريبا ده البوست اللي هي كانت نشرها. معاها حق الصراحه، معاها حق. اتفضل. مفيش مشكلة، بس برضه يعني فكرة إن هل ده برضه تعرف الحرية وتحققها برضه إنها تتحجب ما تتحججش، تتميز ما تتميزش، رؤيتها برضه صح؟ أكيد. عايز أشوف رؤيتها برضه من ناحية. وأنا متشكر ليك أستاذ سفيان، شكرا كثير أخي أحمد، شكرا كثير لك، شكرا لاتصالك. طيب اختصاري خلينا نبلش بالمشاكل اللي واجهتيها. شو المشاكل اللي واجهتيها؟ سؤال الاخ احمد. بالظبط، انا كنت هقول لك برضه وعد لي الاسئله لان انا ما سمعتوش كويس. ولا يهمك ولا في هو عم بيقول لما اعلنتي الحادك شو المشاكل اللي واجهتيها بين اهلك، كيف تغلبتي على المشاكل هي، يعني هل واجهتي مشاكل كثيره قليله، حجم المشاكل؟ تفضل يحكي لنا عن المشاكل. واضح. أه
هو طبعا الحاد البنت مختلف بشكل كبير جدا عن الحاد الولد. يعني انا لو ولد ممكن كنت ابقى ملحد برضه، بس لسه مستمر مع اهلي، عايش وبمارس حياتي عادي جدا. طبعا انا عارفه كويس جدا ان في برضه رجاله بيعانوا بسبب ان هم ابهروا بالحادهم، بس لا، في بيوت كتير جدا تتقبل ده طالما انت ولد. طبعا لان الموضوع متعلق بكلام الناس، متعلق بالشرف، متعلق بحاجات كتير جدا في وتقاليد المجتمع، عيب لاني بنت. بس الولد الموضوع مختلف. فطبعا لا، يعني انا طالما اجهرت بالحياة دي او قررت ان انا مش هخاف تاني وهعبر عن رايي، كنت مجبره او خلاص. يعني انا أجبرت نفسي إني أواجه ده، يعني هعيش لوحدي، هعتمد على نفسي مش هعتمد على حد، لأني لازم عشان أعتمد على حد أفكاري تبقى زي أفكاره. ما إحنا ما عندناش تقبل الآخر والحرية الشخصية، حتى لو في ناس بتردد الكلام ده مجرد كلام، ما عندناش ده تطبيق، يعني ما عندناش ده في الواقع. طب خلينا ننتقل للسؤال الثاني للأخ أحمد، عم بسألك عن الإفطار برمضان، إنه مشاكل الإفطار برمضان، إنه فيها ما بعرف، هو بصراحة قال إنه الشرطة المصرية بتدور على القهاوي، بتدور على المطاعم، وإذا شافت حدا مفطر يمكن تلزمه بأشياء قانونية، ما بعرف بالضبط. يعني بصراحة أنا ما بعرف شو في بمصر، يعني معقول يكون في هيك شيء بمصر كمان؟ شو رأيك بهالموضوع الإفطار برمضان؟ طبعا في النقطة دي الشرطة تعتبر في خدمة الإسلام، يعني مش في خدمة الشعب. في حاجات كتير جدا الشرطة في خدمة الدين. عن نفسي أنا بفطر قدام ناس صايمة عادي، بفطر في الشغل، كل اللي معايا في الشغل تقريبا عارفين إن أنا فاطرة، محدش يقدر يكلمني لأن أنا قررت إن أنا أواجه ده. بس طبعا لما يجي بقى الموضوع على كافيهات والشرطة وكده هندخل في مشكلة تانية كبيرة. طيب طبعا طيب الموضوع ده لازم يكون له وقفة من ناس كتير جدا، يعني اللي هو الشرطة لما تلاقي كل الكافيهات فاتحة مثلا في رمضان مستحيل هتروح تكسر كل الكافيهات، لكن ناس كتير بتخاف وتقفل. برضو الخوف هنا عامل مشكلة كبيرة، معظم الناس بتخاف وبتقفل الصبح او وقت الفطار، فالشرطه بقى بتتجرأ على اي كافيه فاتح. لكن لو لقيت الشارع كله كافيهات هتقعد تعدي على ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ويقفلوا الكافيهات كلها. بالضبط لكن برضو خوف ناس معينه هو اللي بيعرض ناس تانية للمشاكل. صحيح. طيب معنا اتصال من الاخ جانو، تفضل اخي جانو. تحياتي حبيبي جان، وتحياتي للاخت سالي. في معقولة بتقول أنت فردا في قطيع الأسود خير من أن تكون رئيسا للخروف، فبقول للأخت سالي أهلا بك في قطيع الأسود. بالنسبة أثار كثير مواضيع، من أيديولوجية، من بالنسبة للبر والجنة تحت أقدام الأمهات. ألم يذهب محمد نبي الإسلام لقبر أمه وطلب من الله المعزوم أنه يغفر لها، والله أبى ولم يغفر لها؟ فكيف تكون نبيا وتطلب من الله أن يغفر لي؟ هذه كلها مسائل سخافات، طبعا عفوا لأني بكل بكل تأكيد أخي جانو، ما في داعي تعتذر، يعني هي سخافة ما بعدها سخافة، يعني كل الدين الإسلامي أصلاً. يعني وبالنسبة للأديان أو حتى الأديان عبارة عن أيديولوجية، مثل ما قالت أخت سالي، هي فقط للسيطرة على العقول الناس الغلبانين. ف يعني أنت ما بتقدر تطبق مثلاً
الفرجيه بتزول مع الزمن والمكان. يعني ما في ايديولوجيه تستمر. كان في كثير مواضيع بس راحت من بالي. المهم بشكرك مره ثانيه جار حبيبي، وبشد على ايد الاخت سالي بقولها اهلا فيكي. نسيت انه تفضل بمناسبة شهر رمضان، ما بعرف سمعت ولا لا؟ طبعا. حرقوا 19 بنت يزيدي كردي فقط لانهم يزيديات، دينهم مختلف عن الاسلام. هذا تفرقا في رمضان. فكيف لشخص عاقل ان يصدق او يدخل في انه اي شخص عنده انسانيه بمعنى الانسانيه اوتوماتيكيا يبتعد من الاديان اوتوماتيكيا؟ هذا لا محال، لان طبيعه الانسان هيك انه يبتعد عن الشر. فقط الاديان يخلي الانسان اعمى في البصر، اعمى في العقل. شكرا، شكرا لك اخي جانو، شكرا كثير لك. طيب في معنا اتصال من محمد. اخي محمد سامعنا؟ يظهر الاخ محمد راح. طيب كان هو، انا بس كان عم بتصل فراح اعيد الاتصال فيه واتمنى يسمعنا انه يرد. طيب انا راح كل حال راح اتصل فيه فيما بعد مثل ما بقولوا الاخ محمد. اختي خلينا نرجع برايك، اذا اليوم مجتمع، خلينا نقول مصر بما انك مصريه، اذا اليوم شلنا هالنظام هذا العسكري او الديني العسكري الممزوج بالدين، إذا شلناه وطبقنا نظام علماني وخلينا رموز الدولة كلهم ملحدين وعلمانيين، برأيك شو 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 التغيير راح يصير في مصر؟ خلينا نقول. هو ده هيأثر طبعا تأثير، ولو غيرنا برضو قوانين كتير أو مواد في الدستور برضو ده هيأثر تأثير كبير. لو عدلنا المواد الدراسية، لو شلنا الدين من المدارس، لو سمحنا للناس ان هم يتجوزوا جواز مدني مش جواز ديني. بس في مشكلة من جوه البيوت نفسها، يعني عقول الناس، عقول الشعب نفسه لازم تتغير طبعا. وسائل الاعلام ليها دور كبير جدا، يعني لازم الاعلاميين نفسهم يكونوا ناس فاهمين الهبل اللي بيحصل عندنا ده. اي قناه دينيه تحرض على عنف لازم تتقفل تماما، او مجرد انها تحرض على ضرب الطفل، يعني الشيخ يطلع كده يقول لابنك ما عملش كذا اضربه، ده يتقفل ويتحبس ويتعاقب على الكلام اللي هو قاله، لان احنا الضرب عندنا، العنف عندنا طلع امراض نفسيه رهيبه. وعندنا كمان مفيش ثقافه في الطب النفسي، يعني مفيش كمان تقدم في الطب النفسي عندنا. اي حد بيتعب يقول له روح لشيخ، احنا مش مجانين عشان نروح لدكتور نفسي. فحاجات كتير جدا لازم تتغير عشان عقل الاب والام يكون متفتح جدا، يربي اطفال سويه، ما يربيش عقول ساذجه وعقول مريضه زي كل اللي احنا شايفينه وكل اللي بيحصل. للاسف الشديد عقول مريضه بكل معنى الكلمه. طب خلينا ناخذ كم تعليق من اليوتيوب. في الاخت اظن فيرا المهم او افضل صراحه، ما واضح بالنسبه لي. بقول شكرا لفكرك الحر سالي، مني كل الاحترام. في الاخ مفكر حر عم بيقول اهلا وسهلا بك اختي
مثالي، أنا ملحد مصري مثلك، وأحييك تحية كبيرة على شجاعتك بالجهر بالإلحاد، وأتمنى لك دوام التقدم والتوفيق. في عبدو عم بيقول أريد، طيب عنا اتصال بعدين نرجع. تفضل تفضل محمد. أهلا، علاوة تعلي صوتك شوي بس مشان نسمعك بوضوح كده كويس. تفضل. أنا كنت أسأل يعني نعمل إيه إحنا كأفراد موحدة في الدولة يعني عشان نغير الموضوع ده يعني. يعني إزاي نغير الدولة، إزاي نغير الحكومة، هما بصينا بالشكل ده بيعاملونا كده، عايزين ناخد حقوقنا، نعمل إيه؟ طيب وصل سؤالك، إذا في عندك أي تعليق أي مداخلة. لا شكرا كثير لك أخي محمد، شكرا كثير لك. بس أنت فهمت سؤالي. طبعا سؤالك إنه نحن كملحدين شو ممكن نعمل حتى نخلي أيوة يعني الدولة عشان نغير. يعني تعبنا من المعاملة دي، مش معقولة مش عارفين ناخد حريتنا. أكيد أكيد. طيب شكرا كثير لك. طيب خلينا نجاوب على الأخ محمد اختصالي. سمعت السؤال. أظن بالموضوع بس نرجع نعيد الجواب. تفضل. لا زي ما أنا قلت، هو الحكومة للأسف في خدمة الدين مش الشعب. يعني حتى كل الجرائم يعني كل الحاجات اللي بيعتبروها جرائم وكل الهبل والحاجات اللي بيلبسوها للناس دي ضد الدين. اتنين ماشيين مع بعض في الشارع ماسكين بعض، واحد واحده في شقه واحده، بنت معرفش سهرانه بالليل ولابسه، كل حاجه بتحصل ضد الدين. فلان الشرطه متدينه، واحنا لازم نغير او نوعي الناس بالدين نفسه. يعني نوقف مثلا الشيوخ عند حدها، الازهر عند حده، زي ما جت فتوى من يومين، فاحنا كلنا صورنا واحنا عملنا فيديوهات، والصديق اسماعيل محمد طلع عمل فيديو برضو وجهه للازهر والحكومه ان هم ياخدوا موقف من الموضوع ده. طول ما احنا كده بناخد موقف وبنتكلم وبنعترض وبنتمرد على اللي هم بيقولوه، ده هيغير كتير على المدى البعيد، هيغير كتير قدام. فما نسكتش حتى على التفاصيل، لان انت لما تسكت عدوك، وانا بقول عدوك لان اي حد ما بيحترمكش يعتبر عدوك. لما انت تسكت عدوك هيركبك اكتر. فانا برضو بكرر كلامي تاني، علشان الحكومة تتغير، علشان الشيوخ يتغيروا، علشان الأزهر يقف عند حده، لازم نستمر في اعتراضاتنا وانتقادنا وكلامنا، وما نخافش من أي حاجة. بالضبط اختصالي. وأنا بحب أضيف نقطة كثير كمان مهمة بالنسبة يعني لهالموضوع، إنه ممكن نغير. يعني نحن مهمتنا الأساسية اليوم نوعي أخوتنا، معين انه دين همجي، وكل سبب مشاكلنا هو من الدين. اهم الشيء انه يكثروا الملحدين في عرب. خلينا ناخذ مصر على سبيل المثال. يعني كل ما كثروا الملحدين المصريين بالشارع، الوضع هذا راح ينقلب على مستوى المعيشه، راح ينقلب على كل شيء موجود بالشارع المصري. يعني لما اذا شفنا اليوم 50% من المصريين ملحدين فرضا، شايلين الفكر الالحادي، فبكل تاكيد يعني الازهر ما راح يقدر يطالع حتى بيان هذاك الوقت، لانه راح يهاجم من كل هدول، وما حدا بيقدر يسكتهم اذا كان نص المصريين مثلا ملحدين مجاهرين وما افهمهم شيء. فاهم الشيء انه اليوم نكسب اعداد الخارجين من الدين، نخرج هالناس هي من هالدين، من هالمستنقع الموجودين فيه، هو سبب مشاكلنا كلها بصراحه. شو رأيك انت بالموضوع هذا يا سالم؟ ما طبعا لو نسبة كبيرة، هو بالفعل في نسبة كبيرة جدا ملحدين في مصر، بس الفكرة ان الاغلبية بيخاف، الاغلبية حتى بيخافوا ياخدوا موقف. فنسبة الملحدين الموجودة
طبعا هي بتزيد مع الوقت لو عندهم الجرأة ان هم يتكلموا وياخدوا موقف من كل شيء. طبعا مصر اتغير كتير، يعني مثلا في رمضان وقت الفطار الدنيا بتقف، يعني حتى في الشغل اللي انا فيه الدنيا واقفة تماما، مفيش شغل في رمضان ومفيش شغل وقت الفطار، كله بيصلي حتى بعد الفطار برضه بيصلوا، يعني مفيش اي حاجة بيعملوها في رمضان، واخدين بقى الصلاة حجة عشان ما يشتغلوش، ولا هو قربهم من ربنا معطلهم للدرجات دي عن هم يشتغلوا، ايا كان يعني، بس في تأخر رهيب وفشل رهيب في رمضان في كل مكان، في المستشفيات، في المدارس، في المعامل، في كل حاجة. فلو نسبة كبيرة ملحدين وخدوا موقف كويس مثلا وقت الفطار ده في رمضان، اللي ما بيصومش فاتح شغله وبيشتغل وعادي جدا، مش هتلاقي بعد كده حد بيتكلم. زي ما قلت من شويه وكل الكافيهات فاتحه، الشرطه مش هتيجي تكسر كل كافيهات مصر. طيب خلينا نشوف السؤال الموجود باليوتيوب من الأخ عبده، عم بيقول: أريد أن أقول أن حتى الملحد هو متدين بدوره، وهو نوع من التدين، يعني قصد الإلحاد نوع من أنواع التدين، وبالتالي هو ليس خارج عن الدين. شو رأيك أنت بالموضوع؟ الإلحاد نوع من أنواع التدين. هو قال الإلحاد نوع من أنواع التدين. بالضبط. لا، لأنه الإلحاد ده يعني أنا مش بؤمن إن في حاجة موجودة خلقت خلقتني وخلقتك وخلقت الكون ده كله. إحنا بنتكلم مش علشان دي عقيدة عايزين نطبقها، ولا إن ده في ليه كتاب وليه قوانين عايزين نطبقها. احنا بنتكلم هدفنا ان احنا نوعي غيرنا بالشيء اللي احنا وصلنا له، نقول لغيرنا انت بيضحك عليك، عايزين ناس ترتقي، عايزينهم يهتموا بالدنيا، يبطلوا يفكروا في الاخره. فاحنا مش مؤمنين بوجود الحاجه دي اساسا، مفيش قوانين معينه بنطبقها، فاحنا متدينين ازاي؟ ده دين ازاي؟ الدين ده ان انت مؤمن بخرافه معينه، مؤمن بكتاب معين، انت تابع لحد. لكن مثلا انا مش تابع لحد، يعني انا مش بسمع كلام حد واروح اطبقه علشان اوصل لحاجه معينه، فازاي ده دين؟ عايزه افهم. بالضبط بالضبط، بس دي وجهه نظري. اختسالي يعني اليوم هو عم بيقول انه مثلا. اتفضلي اتفضلي. اسفه اني بقطع، بس انا عايزه اقول حاجه، يعني انا لو تابع مثلا لحد يبقى انا تابع لعقلي، لان انا عقلي بيقول لي ان انت كنت بتفكري فيه ده غلط، او ده لازم تصلحيه وصلحيه بواحد اتنين تلاته، فانا بتابع عقلي، لكن مش هتابع مجموعه من الناس او افكار معينه. تمام؟ تمام. هو بصراحه يعني الاخ عم بفترض انه الصحه نوع من انواع الامراض، يعني إذا إنسان صحي معناته هل الصحة نوع من أنواع الأمراض مثل السرطان ولا الجدري ولا شو، كل أي نوع من أنواع الأمراض. يا أخي الإلحاد ليس له علاقة لا بالتدين ولا غير تدين، الإلحاد هو مسألة، ما هي مسألة إنه أيديولوجية ولا أفكار ولا، نهائيا بعيدة عن هالمسائل. الإلحاد إنه منذ نشأة التاريخ الإنسان صار يفكر من أين أتينا، شو نحن، ليش هالكون، شو وجودنا، يعني من بداية التاريخ. فالإلحاد هو بيقول كالتالي: يا جماعة نحن الأديان حاولت تجاوب على أجوبة غيبية غير ملموسة، فنحن يا اخي لنا متدينين ولا شيء، عرفونا من الاديان مساله الغيبيات، خلونا نعيش واقعنا بالمختبر والعلم، واذا صار في المستقبل صار الله اهلا وسهلا، يعني ما في مشكله، بس المهم نعرفه علميا. الحاد هو العلم المختبر، يعني جاوب على اسئله بالمختبر باشياء ملموسه، ما بالغيبيات والمسائل. الحاد هي الصحه الكامله، الصحه الاساسيه، والأديان هن الأمراض، فلا تخلط عباس بفرناس، الله يرضى عليك. يعني أنا ساعات بيجي لي، تفضلي يا سلام.
انا ساعات بيجي لي رسائل الناس تقول لي انا عايزه ابقى ملحد، الحد ازاي؟ تعرفي؟ قولي لي ايه عشان ابقى ملحد؟ فاللي هو بجد ما فيش خطوات، ما فيش واحد اتنين تلاته هتبقى ملحد، يعني ما فيش ماده كده ممكن يدرسوها لك في المدرسه كيف تبقى ملحد، ما فيش. كل الحكايه انت فكر بعقلك شويه، فكر بعقلك شويه، ومش فكر بس، ما احنا كلنا بنفكر، بس فكر بدون خوف. وانا ما قلتلكش لازم تبقى ملحد، يعني هو انا بتكلم دلوقتي علشان اخلي كل الناس ملحده، انا ما بقولكش تبقى ملحد، بس عايز اللي عايز اوصله ان مش عايزه حد يخاف، ما تخافش من اي شيء، هتعيش في تعاسه وهتعيش كل اللي حواليك في تعاسه، فولا تخاف من شيء ولا تفرض سيطرتك على حد، بس عبر عن رأيك براحتك. يعني أنا أتقبل أي حد يطلع دلوقتي ينتقدني، أو يعني حد شايف إن أنا شخصية مثلا سيئة، هتقبل ده جدا، أوكي هسمعه، هقول له قول لي أنا سيئة ليه مثلا، وأنا فيا حاجات وحشة، أنت دي من وجهة نظرك يعني موجودة فيا، أنا هحاول آخد بالي منها، لو أنت كلامك صح أوكي أنا هغير ده. ما إحنا لازم الإنسان لازم بيتطور، في الدين لأ، في الدين انت ما تكلمنيش، ما تقوليش صح ولا غلط، اللي انا عليه ده بس هو الصح. بالضبط بالضبط، للاسف الشديد يعني الدين مثل ما قلتي، يعني في كثير شباب بيقول كيف بدي اصير ملحد؟ يا اخي هو شوربه يعني تشربها يعني بالضبط، يعني ما يشرب، ما في بتقول والله اشهد ان داروين كان عن نظريته صحيحه وصرت ملحد، هذا الحكي هي الحاد قناعه، طريقه موقف من الحياه، يعني موقف، كيف الموقف انه اتفكر علميا، يعني افتكر علميا بدون غيبيات، بدون غيبيات افتكر بالعالم واحاول ابحث خفايا القوانين الفيزيائيه، خفايا كل شيء، يعني كل شيء ما بعرفه بسأل عنه، مو عيب يعني بسأل عنه، إذا ما بعرف مو عيب نقول ما بنعرف، ما هي مسألة كثير صعبة أقول ما بعرف، يعني أفضل إنسان يقول ما بعرف أحسن ما يقول بعرف وعن غباء يعني عن جهل. طبعًا لا، المتدين ما يقدرش يقول لك ما أعرفش حقيقي، يعني ما ينفعش. ياما سألت مدينين أسئلة كتير لازم يفتوا، ما حدش هيقول لك ما أعرفش. مفيش خالص موضوع اللي هو انا لازم اطور من نفسي، المتدين ما يعرفش الكلام ده. كمان المتدينين للاسف يعني فاكرين الملحد ده، يعني كيف اكون ملحد مثلا، او الاجابه على السؤال ازاي ابقى ملحد، فاكرين يعني سوري في الكلمه اللي هو مثلا ممكن يروح ينام مع مامته واخته فكده يبقى ملحد، او يقعد يشد بودره فكده يبقى ملحد، او يسكر طول اليوم فكده يبقى ملحد. طيب انا بدي اسالك بهالنقطه هي بالذات يا سالي، يعني اليوم بيقولوا لنا خصوصا هالاسطوانه المشروخه هي ملحد، يا لطيف بينام مع اخته وامه ونانته وعشيرته كلها ما بعيف حدا منه، يعني مفكره مثل محمد. طب عنا اتصال من الاخ ابراهيم، خلينا نرد عليه وبعدين نرجع الموضوع هذا. تفضل اخ ابراهيم. الو مساء الخير. مساء الخيرات، اهلا وسهلا. تمام، اهلا وسهلا يا اخي ابراهيم، تفضل. الله يخليك. تحياتي لصديقة سالي والك. صراحة حابب اتكلم عن تجربتي، ولو هي تجربة نقدر نقول بسيطة، ما قارنت بال نقدر نقول الملحدين اللي جاوا على البرنامج اللي صار له مثلا 4 سنوات او 5 سنوات. صراحه مساله الالحاد عندي، شو اصلا لك ملحد يا اخي ابراهيم؟ صار لي ملحد يعني نقدر نقول يعني من عمري 16 سنه صراحه. بس مو ملحد بشكل يعني نقدر نقول انه اظل اتخوف من مساله انه العقاب والثواب. هاي المساله دائما ببالي. انا نشات في العراق في محافظة من محافظات العراق طبعا، اللي كان بها الذي يذبح ويقتل باسم هذا الإسلام.
فصراحة من كان عمري 16 سنة كنت أروح للجامعة، الجامع القريبة من منطقتنا، فأطاوع إنه فلان كافر، فلان يجب أن يقتل، المسيحي كافر، اليهودي كافر، الشيعة. صراحة يعني تشييد من داخلي، نقدر نقول الولاية سد جان. اتفضل اخي ابراهيم، تفضل سامعينا. فصراحة شيء من داخلي يعني من داخلي، انه انا صحيح كنت احفظ ايات القران واستمع الاحاديث لهذا الكذاب محمد زين، بس اكو فشيء داخلي، كل انسان اكيد فشيء انساني يبغى على الدين. هي الفطرة السليمة نقدر نقول، طبعا الفطرة هي فطرة الإنسان، هي مفطورة على الخير. فصراحة في وقت من الأوقات في بالأحرى في صلاة الجمعة 2006 بدأ إنه يتحدث، أكيد تعرفون إنه شلون يدعون الويل والثبور، رمل نساءهم وقتل أطفالهم وأحرق بيوتهم. اي بالضبط، والله منصر الدولة الإسلامية ومكن المسلمين منهم وقضى وراء أثناء الدعاء أقيم الصلاة، أول ما وقفت قلت هاي انتهت، هذا حدي بعد، هذا حدي بهذا الدين. برافو برافو، أنا أحييك أخي إبراهيم. أخي إبراهيم، شو رأيك تحكي لنا تجربتك بحلقة من الحلقات؟ يعني أنا أدعوك على هواء مباشرة بحلقة من الحلقات تحكي تجربتك، يعني أنا تجربتك واضحة وتجربة غنية يعني. والله هي صراحة هسه حاليا أني عمري 26 سنة، وأني ضابط طيار بالجيش العراقي، موجود بالعراق، أخاف على نفسي. آسف إذا هيك، آسف على حياتي. أنا أتمنى، بالنسبة لي أتمنى، لو أنا بالنسبة لي همين فترة بسيطة. طيب انا اخي ابراهيم، يعني انا هلا مشان لانه التجربه راح تطول معنا، وانا بس بدي منك طلب واحده، بما انك طيار وطيار عراقي، شو رايك تقدم خدمه للمسلمين وللانسانيه كلياتها، تحمل زخائر قد ما بتقدر طيارتك تضرب الكعبه؟ صراحة أنا المبدأ مالي شلون؟ المبدأ مالي أفكر إنه أنا عندي حق داخلي ضد الدواعش، حق على الدواعش القتل وليس المسلمين، المسلم. لا، نحن بنقدم خدمة، لما تضرب الكعبة الحجر هذا نخلص منه، فالمسلمين راح يأمنوا إنه هذا خرافة وهراء يعني، فبتركوا الإسلام يعني، بتكون قدمت أكبر خدمة للإنسانية يعني. صراحة بالضبط، فنقدر نقول. طيب ابراهيم، بس الاخت سالي في عندها تعليق، تفضل يا سالي. لا اسف اني بقطع، انا قصدي اقول لهم صورة الفيل تاني، يعني طبق لهم صورة الفيل تاني عادي، بس من غير. لا الاخت سالي عم تقول يعني في، ولا يهمك يعني، في عندك صورة الفيل هم بيطير ابابيل وطير بطيخ وطيور يعني من كل انواعها، فلا ونحن معك يعني. والله ما اعرف، الظاهر انه هذا النبي كان مطيرشي يعني، نقدر نقول عنده لعب الطيور، ما اعرف يعني. بكل تاكيد. طبعا انا بشكرك كثير اخي ابراهيم، انا بتشكرك كثير على المداخله، وبصراحه صار وقتنا ضيق يعني، احنا ما بدنا نطول حلقه ويا الاخت سالي. ما في مشكله، انا ما تفهمين على الاباره يعني، بس اتمنى انه تصير في الفرصه انه مثلا اقدر انه اشارك، لانه عندي هوايه امور صارت ويا. تمام تمام، انا بصراحه انا يا ريت، بتمنى منك اذا تابعنا فقره هيك 5 دقائق مثلا، بكون ممنون، بكون ممنونك يعني. لا لا لا، على بخاطرك، هاي بحساب انه نقدر نقول ان هاي دعوه واحد لازم يجهر بعد بيها، خلاص بكفي على قولة السوريين. تسلم تسلم ابراهيم، تسلم. ان شاء الله احاول انه
اكيد الله اكيد يخليك، وسلامي الى الاخت تميم، يعني لانه انا صراحه سحريا يوتيوب ما اقدر اشوف، انقطع عندي الاتصال. بتشوف الحلقه بعدين اكيد. شكرا كثير، شكرا كثير اخي ابراهيم، شكرا كثير. طيب اختي سالي، نحن كنا عم نحكي بموضوع الملحدين، المؤمنين يتهمون الملحد على اساس انه بس واحد الحد فكل نساء العالمين راح يفكر فيه من الام وهالمجره، يعني للاخت لما ما راح يعيف شيء مثل محمد ما فعل يعني. تفضلي، شو رايك بالموضوع؟ هو للاسف يعني كل حاجة بيفكروا فيها ليها علاقة بالجنس، يعني مش عارفة بصراحة أقول إيه، بس هو الملحد ما بيفكرش كده خالص. يعني طب ما هو ممكن يفضل متدين ويعمل اللي هو عايزه، برضه ممكن يفضل متدين ويضحك عليكم اللي هو أنا متدين بس عايش حياته بدل ما يعرض حياته للخطر. ما هو بيتعرض لمضايقات كتير ومشاكل في شغله ومشاكل من أهله. مستحيل مثلا حد يكون عايز يعيش حياته، يعني مجرد ان هو عايز يعيش يبقى في رفاهية في حياته يعني ويسيب الدين، لا هيفضل متدين عادي ويعمل اللي هو عايزه. لكن طالما هو خد موقف، لا لا ده اكتشف فعلا ان هو اتضحك عليه، هو اكتشف ان هو اتضحك عليه ومش عايز غيره يتضحك عليه، عشان كده خد الموقف ده. كمان يعني مش للدرجات دي خلاص، انت اللي منعك عن مامتك واختك يعني الدين، يعني عقاب ربنا بس هو اللي منعك من عن مامتك واختك، مفيش حاجه اسمها علاقه اخويه، مفيش حاجه اسمها علاقه الامومه وعلاقه الامه بالابن، مفيش الكلام ده خالص. يعني كل المتدين كل حاجه بيعملها في حياته علشان الثواب والعقاب، علشان الجنه والنار، مفيش موضوع الانسانيه ده، مفيش المشاعر دي كمان. يعني الام دي بالنسبه له زي اي ست، جسمها زي اي جسم انثى ممكن يجي عليها عادي، بس اللي منعه الدين. ده بيدل يعني قد ايه ان ده شخص عقله فاضي، ما بيفكرش في حاجه غير شهواته اللي هو ما بيقدرش يتحكم فيها، بس الشيء الوحيد اللي بيمنعه عنها ان هو خوفه من النار. بالضبط بالضبط اختي سالي، يعني بصراحه المتدين لا يمنعه شيء عن امه غير الدين، يعني لو شالوا الدين هو حيوان ينط على امه واخته، وهو المتدين هو يعني اظن بالناس كما اظن بنفسي. يعني المتدين لما بيطلق الاحكام على 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 الملحد هو ذاتيا عم بيطلق على نفسه، لانه هي هذا تفكيره وهذا طبيعته. وشفنا نحن كلنا بنعرف محمد لما نط على مرت ابنه، يعني ما يجوا يزودوا علينا بهالحكي الفاضي هذا. ونحن اخلاقيا الملحد اخلاقيا اعلى بكثير من نبيكم، يعني نبيكم عمرت ابنه نط عليها. بس اخلص الجمله هي بعد اذنك سالي، يعني نبيكم عمرت ابنه نط عليها، الملحد يعني يضع قوانين انه حتى بنت العمه يتزوجها، بنت الخال ما يتزوجها، يكون ابعد بالزواج. فهذا هو الملحد. بما قلت عادل امام انت بتقول ايه؟ تفضلي سالي. لا انت كلامك صح، بس كان قصدي اوصل ان في الملحد بس اللي بيفكر زي ما انت بتقول كده، ان هو اتخلص من الشوائب الدينيه. لسه في ملحدين برضو متدينين، بس متدينين غير المتدينين اللي الاستاذ كتبها في التعليم من شويه. ملحدين متدينين يعني مش قادرين لسه يتخلصوا من افكارهم الدينيه اللي زرعت في عقولهم من الصغر. لكن الملحد بعد ما ساب الدين، اللي بيمنعه عن القتل، اللي بيمنعه عن الكذب، اللي بيمنعه عن اي حاجه وحشه، ان في حاجه اسمها مبادئ ومشاعر انسانيه، دي اللي بتمنعه عن ان هو يعمل حاجات سيئه كتير، حاجات وحشه كتير. يعني انا بشوف متدينين كتير بيضربوا الحيوانات، بيضربوا القطط في الشوارع،
لسه كنت عارفة إن في بواب عمارة من فترة كان عامل خناقة للقطط، قط مجرب ما يحط راسه في العلبة عشان ياكل يقوم قافل عليه وخانقه متدين، لكن أنا ما أعملش كده. بالعكس، أنا ماشية امبارح لقيت قطة في الشارع بتناولة ودخلت اشتريت لها جبنة وأكلتها لها في الشارع. هل أنا عملت كده علشان أخش الجنة؟ ومش هشوفها تاني، يعني أنا احتمال ما أشوفهاش تاني، مجرد قطة في الشارع يعني. وأنا بعد ما ألحقت كان ممكن جدا إن أنا أبقى مدمنة، يعني كان ممكن إن أنا أدمن كل أنواع المخدرات، ما هو مفيش حرام بقى. بس إن أنا عقلي بيمنعني إن أنا أعمل كده. أنا مش همشي في الطريق ده أو مش هعمل الحاجة دي لأن دي هتأثر على حياتي. بكل تأكيد بكل تأكيد. طب أختي سالي، خلينا نرجع لموضوع الإلحاد والإجهار بالإلحاد. كيف بتقيمي حملة إجهار؟ طبعا أنت كنت من أوائل المجاهرين بالصفحة، من أوائل الأسماء بصراحة المجاهرين بالصفحة. كيف بتقيمي هالحملة لحد هلا؟ تفضلي. لا هي أثرت وهتأثر يعني حقيقي، يعني لأن كل دقيقة كل دقيقة في حلقات البرنامج بتاعك بيشوفها سواء متدين أو غير متدين بتديله الشجاعة إن هو يفكر ويعبر عن أفكاره، إن هو مش لوحده. يعني ده دعم لناس كتير جدا في كل البلاد، يعني مش في مصر بس ولا في العراق بس ولا في، يعني في كل مكان في العالم. بكل تأكيد بكل تأكيد. وأنا أشجع كل أصدقائي يعني وغير الأصدقاء، يعني حتى الأصدقاء الجدد، وكل ملحد يقوله بصوت عالي أنا ملحد، وما في داعي للخجل أول شيء، وما في داعي للخوف. يعني الخوف هو اللي الأول، العدو الأول لأي مجتمع في تقدمه هو الخوف. فنحن العدو لازم نحاربه بكل معنى الكلمة. هو ما بقول تفضل اجهر، معنى لازم يكون معنى. انا طبعا ارحب بكل اصدقائنا اللي بيريدوا يجهروا معنا، يعني مستعد اسوي نار 10 حلقات بصراحة، والصفحة كلها على حسابكم. بس اجهروا بطريقتكم، اجهروا بطريقتكم. يعني حتى اللي قاعد بالسعودية ما هو شرط يجي يجهر على الانترنت او يجهر بالتلفزيونات. بينك وبين صديقك حاول تقنعه، حاول يعني المناهضة لهالانحطاط هذا، انحطاط الدين اللي شايفينه، انحطاط مجتمعاتنا. خلونا نحكي مشان نغير، اذا ما حكينا ما راح نغير. ما بعرف يعني اذا في عندك اي شيء تضيفيه سالي. يعني أنا ممكن أقول بس أنا أتمنى بجد يعني ألاقي البلد دي كويسة، مش البلد دي بس، يعني أنا بالنسبة لي الوطن ده يعني هو المكان بس اللي أنا أرتاح فيه، يعني مش مجرد المكان اللي أنا اتولدت لقيت نفسي فيه، يعني وطني ده هو المكان اللي أنا أرتاح فيه. فأنا أتمنى والله البلد دي بس تبقى أحسن، يعني وأفكار الإرهابية تنعدم تماما علشان كله بس يعيش مبسوط ويعيش في امان. يعني زي ما احنا شايفين يعني كل جيراننا عايشين في تعاسة وارهاب ازاي، وفي بلادهم اتدمرت زي سوريا بسبب الدين. للأسف الشديد، للأسف الشديد. يعني واحد ما بنقدر نقول غير يعني نتمنى يصحوا أهالينا من هالكابوس هذا. يعني كابوس مدمر حياتهم، مدمر حياتنا، ومكره العالم فينا. يعني تعالوا شوفوا بأوروبا كيف الناس تنظر للمسلم، صاروا يخافوا يحكموا على المسلم. للأسف الشديد مسلم إرهابي معناته، للأسف الشديد. بس يعني
المشكلة كمان إن عندنا بيعلقوا مشاكلهم على كل حد، يعني على كل الناس وكل بيقول لك بلاد الغرب الكافر والاحتلال هو اللي أخرنا وهو اللي ضيع مصر. طب اللي هو لو ما فيش احتلال أنتوا كنتوا هتعملوا إيه؟ يعني بس أنا حابة أسأل سؤال، مثلا فلسطين لو هي مش محتلة، يعني لو ما فيش جزء منها محتل، هي كانت هتفرق كتير عن مصر؟ طبعا انا ضد يعني انا ضد القتل اللي بيحصل والعنصرية اللي موجودة هناك وكل شيء، بس انا قصدي هل هي كانت هتفرق كتير عن مصر او عن اي بلد تانية متدينة؟ هتلاقيها بتصدر لنا، بنجيب منها ايه مثلا يعني، او ايه إرهابي الافكار اللي هتطلع؟ إرهابيين كان ايوه ايه بعتوا الافكار؟ ارهابيين متفجرين متفجرين بالظبط، اللي هو كان ايه اللي هيفرق كتير؟ كنت هتلاقي برضو هناك الرجاله بيسيطروا على الستات، الراجل بيتجوز واحده واثنين وثلاثه، بيروحوا لبلاد الغرب الكافر وبيشتغلوا علشان يصرفوا على عيالهم هناك. ما كانش هتفرق كتير، فبلاش نقعد نحمل غيرنا اخطائنا. يعني يا ريت نبص لنفسنا شويه ونحاول نصلح من نفسنا غير ما نقعد نحمل كل الناس والبلاد التانية أخطأنا وفشلنا. للأسف أختي، هو محمد هو أحسن اللي حمل الكون كله أخطاءه وأخطاء العرب وهالأشياء هاي. في عقلية المؤامرة موجودة من وجود محمد، وما راح تزول إلا بزوال الدين هذا وزوال دين محمد المدمر للأسف، الإرهابي المجرم يعني. بصراحة ما في غير هيك. فنحن كملحدين يعني مهمتنا وواجبنا انه نفهم ونوعي هالشعوب، هاي شعوبنا اهالينا طبعا، نوعيهم انه هن في انحطاط، يعني هالدين هذا دين الانحطاط. طيب بكلمة أخيرة بتحب توجهيها لجمهور البرنامج اختصاصي ولكل الأصدقاء المتابعين، تفضل. يعني أنا كنت مبسوطة بجد يعني إن أنا طلعت النهاردة معاك يا جان، بس حابة أقول كلمة أخيرة، وهو إن مفيش أي مشكلة خالص إنك تنتقد أي حد وأي فكرة، مفيش مانع من ده، يعني إلا بقى الوهم اللي في دماغك، الخوف من النار وإنك تتعدى حدودك فيما يتعلق بالدين يعني. بس قبل ما تنتقد الآخرين أو قبل ما تنتقد فكرة معينة، حاول تبص لنفسك قوي، يعني حاول تنتقد نفسك وتصلحها. يعني أنا لو ما كنتش سبت الدين مثلا، كنت مجرد ما أتعب نفسيا شوية أو أول ما تحصل لي مشكلة، كنت ممكن ألجأ للقرآن وأقوي نفسي إن أنا ارتحت أو المشكلة هتتحل مع نفسها، وهفضل انا زي ما انا في مكاني لحد ما اموت، هفضل في مكاني. لكن انا بعد ما سبت الدين مثلا ابتديت اشتغل على نفسي، في فرق دلوقتي 2016 وسالي 2015 وسالي 2014 وسالي 2005، في فرق. انا كل فترة مثلا بحاول اطور من نفسي، بحاول اعرف المشاكل مثلا اللي عندي في شخصيتي، لو في حاجة مشاكل تعباني مثلا بحاول اصلحها واطورها واطور من نفسي، لكن ما بسيبش كل حاجة تتحل مع نفسها واقول خلاص نتكل على الله يعني. بكل بس تأكيد، تفضلي تفضلي يا أختي تفضلي. مفيش حاجة تانية أقولها، بس وحاولوا تبسطوا نفسكم، يعني بلاش جو التعاسة ده، واللي هو حتى الكلام ده بوجهه للمتدينين، لأن كل حاجة هتعوضوها في الآخرة عشان مفيش حاجة فوق، مش هتعوضوا حاجة. هو في مثل ما قال نبينا سامي الديب، يعني في براز الطيور ينزل من فوق. طيب اختي سالي، انا بتشكرك كثير وبتشكرك على الوقت الطيب اللي اعطيتينا اياه، وبتشكركم اصدقائي طبعا على المتابعه، واشوفك في حلقات قادمه سالي. انا متاكد راح نستضيفك هون، بس هيك مواضيع اخرى وساخنه اكيد راح استضيفك صديقتنا يعني مره اخرى بهالبرنامج.
أكيد جون، أكيد. شكرا 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 كثير لك، وشكرا لكم أصدقائي، إلى اللقاء القادم. شكرا. سلام، مع السلامة.